السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما كتشوفوا معايا هنا عندي ملفوف الدنجال أو غراتان الدنجال، غادي نحضروا معاكم اليوم، تابعوني تل الأخير باش ينجح معاكم. ومرحبا بكم معايا. هنا كناخد ثلاثة الدنجالات، كل وحدة كتاخد القياس على حسب أفراد الأسرة أو على حسب المول اللي عندها. هو اللي مهم أنك تديري المقدار على حسب الأسرة. المهم كنقطعوا الدنجال ديالنا إلى شرائح رقيقة، ما تكونش غليظة، هي إلا كانت رقيقة كتكون أحسن. أنا غنستمر بتقطيع البدنجال ديالي بهذا الشكل. تقوا بيا هاد الكراتان او ملفوف الدنجال كيجي رائع، كيجي لذيذ، كنتمنى تجربوه وينجح معاكم. كنتمنى تخليو ليا كومونتير محفز. شكرا لكم وعلى كومونتيرات ديالكم، لايكات. واللي دخل عندي اول مره للقناه نتمنى انه يشترك في القناه ويدق الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا خديت لاطه تاع الفران، درت فيها الدنجال ديالي على هذا الشكل، وغادي ندهنوا بزيت المائده، ندهنوا الدنجال ديالنا باش ما يجيناش ناشف. واللي ما بغاتش دهنو كيبقى الاختيار ديالها. غندهنو هذه الرشوب مليحه وغندخلو الفران، ما غنخليهش حتى يتحمر البنات، غير نحس به دخلو الطياب فقط. هنا خديت بسطيله مشلضه، درت ليها شويه تاع زيت العود، شويه الملحه، وهنشحرها مزيان. هذه هي العمارة ديال الملفوف الدنجال، كما كتشوفوا معايا خصها تشحر معانا الكفتة. غنضيف ليها إبزار، انا عندي تما كاين في هذيك القريعة الإبزار الابيض والاسود، ثم غادي تستعملوا اللي متوفر عندكم. هنا ضفت القزبر المعدنوس، الدنجال ديالي من بعد ما طاب، ها نتوما كيجي على هذه الطريقه. راني ما حمرتوش، غير حسيت بيه دخل ليه الطياب وحيدته. هنا في مول درت صلصه طماطم، الحبق والملح والابزار، وغنضيف عليهم واحد جوج معالق تاع زيت الزيتون، وغادي نفرشهم في المول. في شرائح الدنجال ديالي درت فيه ديك اللحم المفروم مع الموتزاريلا، راني بينت لكم الموتزاريلا راها محكوكه، كنحط شويه تاع اللحم المفروم مع الموتزاريلا وتنرو ليه. راني كنسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل، تنتمنى نكون خفيفه على قلبكم. كنتمنى يكونوا كيعجبوكم الوصفات ديالي، وشكرا على التتبع ديالكم. غنستمر على هذه الطريقة حتى نكمل جميع الشرائح الدنجال ديالي كاملة. هانتوما كتشوفوا مني كيكون عندكم شي شريحة ناقصة ما كاملاش، راه كتضوبلوها كديروا واحدة أخرى اللي بحالها وكتقادوها. هنا أنايا تعمدت أنني ندير هذا الفروماج
المربعات تاع الساندويش على حسب الناس اللي ما متوفراش عندهم الموتزاريلا، ممكن انهم يبدلوا الموتزاريلا بهذاك الفرماج المربعات، حتى هو كيجي زوين، حتى هو كيجي معلق في الوصفه، كيجي رائع. يعني اللي ما توفرش عنده الموتزاريلا ممكن يستعمل هذاك الفرماج. صافي، بعد ما كملت الشرائح ديالي كاملين غنوزع الموتزاريلا اللي بقات عندي الفوق، وهندخلو الفران على درجة الحرارة 200. وهنا الجراتان ديالي من بعد ما خرج من الفران كيجي على هاد الشكل، كيجي رائع، كيشهي. كنتمنى تجربوه ويعجبكم. شكرا لكم والمتابعة ديالكم. هنايا الجراتان ديالي قدمته مع البوري واللوبيا الخضراء سوتي في المقلة، طبق رائع ومتكامل. وبالصحة والراحة، وإلى لقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.